لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن مع الدرس الثاني تحت عنوان متوازي الأضلاع المستطيل المعين والمربع، صفحة 14 و15 و16. إذن بالنسبة للأهداف التعلمية، أن يتعرف المتعلم مختلف الرباعيات ومتوازيات الأضلاع ويسميها، وكذلك أن يصنف خاصيات كل الرباعيات، متوازي الأضلاع المستطيل المعين وكذلك المربع، وأخيرا ينشئ المضلعات الرباعية متوازي الأضلاع المستطيل المعين والمربع. وهذه المضلعات الأربع يسميها كذلك بالرباعيات الاعتيادية. إذن بالنسبة للنشاط الأول، قدم الأستاذ اللوحة التشكيلية التالية لمتعلمه. إذن لنلاحظ هذا الشكل، إذن هذا الشكل يتكون، هذه اللوحة تتكون من عدة أشكال أو من عدة رباعيات. إذن لنلاحظ الشكل ونجيب، نتعرف الرباعيات ونعدها. إذن ماذا نقصد بالرباعيات؟ أي كل شكل لديه أربعة أضلاع. إذن كل شكل من هذه الأشكال لديه أربعة أضلاع يسمى رباعيا. إذن عندنا هذا الرباعي الأول عنده 1 2 3 4، كذلك هذا 1 2 3 4، هذا الثاني 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، هذا 1 2 3. إذن هذا ماشي رباعي، ماشي رباعي، كأن بالنسبة لهذا الشكل هذا عندنا 1 2 3 4، كذلك هذا 1 2 3 4، هذا 1 2 3 4، هذا 1 2 3 4 5. إذن هذا ماشي ربع. إذن عدد الرباعيات هي 10. إذن عندنا 10 رباعيات في هذه اللوحة التشكيلية. إذن نلون بالأحمر كل متوازي أضلاع ونضع علامة داخل كل معين. إذن نبدأ بهذا السؤال، نلون بالأحمر كل متوازي الأضلاع. إذن ماذا نقصد بمتوازي الأضلاع؟ أن الأضلاع ديالو متوازية، إذن أضلاعه متوازية. إذن غادي نلونوه باللون الأحمر. إذن عندنا هذا، إذن هادو الأضلاع ديالو متوازية، إذن هذا كيوازي هذا وهذا كيوازي هذا، كذلك هذا، هذا كيوازي هذا وهذا كيوازي هذا، كذلك هذا، هذا كيوازي هذا وهذا كيوازي هذا، كذلك هذا المربع، هذا، هذا كيوازي هذا وهذا كيوازي هذا. نفس الشيء بالنسبة لهذا، حتى هذا خصنا نلونه. هذا حيت حتى هو عنده هاد الضلعين متقابلان متوازيان، هذا كيوازي هذا وهذا كيوازي هذا، واخيرا هذا الشكل هذا، هذا كيوازي هذا، هذا كيوازي هذا وهذا كيوازي هذا. إذن هادو هما الاشكال متوازي الاضلاع، هادو هما متوازي الاضلاع. اش كنقصدو بمتوازي الاضلاع؟ اي عنده الاضلاع ديالو متوازيه. اذا هذا ما يمكنناش نقولوا عليه متوازي الاضلاع. لماذا؟ لان عنده غير هاد الضلع، هذا كيوازي هاد الضلع، ولكن هاد الضلع هذا ما كيتوازاش مع هاد الضلع المقابل ديالو. اذا هادو هما الاشكال اللي فيهم، اللي نقدروا نسميهم متوازي الاضلاع، اي اضلاعه المتقابله متوازيه. اذا نضع علامه داخل المعين، اذا المعين هو هذا. إذن هذا نقدروا نسميوه معين. علاش؟ حيت الا رسمنا له الاقطار ديالو غادي يجيونا متعامدين. كذلك نقدروا هذا لا، إذن هذا ليس معين، إذن هذا ليس معين. علاش؟ حيت الا رسمنا له الاقطار ديالو ما غاديش يجينا القطرين ديالو ما غاديش يجيو متعامدا، في حين هذا الا رسمنا له متوازي الاقطار ديالو غادي يجيونا القطرين متعامدا. إذن هذا هو المعين. بالنسبة للسؤال الأخير، نرسم قطري كل مستطيل. إذا هذا عندنا مستطيل عنده الطول والعرض، إذا نرسم الأقطار ديالو، كذلك هذا نرسم الأقطار ديالو، وهذا نرسم الأقطار ديالو. إذا هادو هما متوازي، إذا هادو هما المستطيلات متوازي الأضلاع، إذا أضلاعه المتقابلة متوازية، وفي نفس الوقت هو مستطيل، مستطيل. إذا غادي نتعرفوا أكثر على خاصية متوازي الأضلاع وكذلك خاصية المربع والمستطيل والمعين. فكما قلت، فكل من المربع والمستطيل والمعين فهي من
يمكن أن نسميها بمتوازي الأضلاع. لماذا؟ لأن كل ضلعين متقابلين متوازيان، إذن هو من كما نقدر نقول من فصيلة متوازي الأضلاع. لكن المتوازي الأضلاع يختلف عن المربع والمستطيل والمعين ببعض الخاصيات، إذن ببعض الخاصيات، فكل شكل لديه خاصيات معينة. إذن بالنسبة للنشاط الثاني، إذن ألاحظ الرباعية ثم أكمل بوضع العلامة في الخانة المناسبة. إذن عندنا هذا الشكل، هذا شنو غادي نقدروا نسميوه؟ إذن هذا ليس من الرباعيات الاعتيادية، إذن عندها الضلع واحد اثنان ثلاثة أربعة، إذن نقدروا نسميوه رباعي. إذن هل كل ضلعين متقابلين متقايسان ومتوازيان؟ إذن لا، إذن كل ضلعين ليس متقابلين ليس متقايسان ولا متوازيان. هل أضلعه هل له أربعة أضلاع متقايسة؟ لا، إذن هذا ما كيقش هذا، وهذا ماشي قد هذا. كذلك بالنسبة للقطران، هل لهما نفس المنتصف؟ إذن القطران ليس اللي رسمنا القطران ديالهم، فلا ليس لهما نفس المنتصف. هل قطران متعامدان؟ لا. هل القطران متقايسان؟ لا. إذن بالنسبة لمتوازي الأضلاع، إذن هذا الشكل هذا هو شكل لمتوازي الأضلاع. إذن علاش قلنا هذا كتلاحظوا بلي متوازي الأضلاع والمعين تقريبا عندهم نفس الشكل. الاختلاف اللي كاين ان الاقطار ديال متوازي الاضلاع ما متعامداش، فقط متقاطعه، والاقطار ديال المعين فهي متعامده، كتشكل لنا هنايا زاويه قائمه. اذا بالنسبه لمتوازي الاضلاع، كل ضلعين متقابلان متقايسان ومتوازيان. اذا كل ضلعين متقابلان متقايسان، اذا هذا كيقيس هذا وهذا كيقيس هذا، ومتوازيان، اذا نعم غادي نديروا علامه. له اربعه اضلاع متقايسه، لا، إذا عنده هذا كيقيس هذا وهذا كيقيس هذا، إذا ليست له أربع أضلاع متقايسة. القطران لهما نفس المنتصف، نعم، إذا إذا حسبنا هذا القطر هذا لقاو المنتصف هنا، وإذا حسبنا هذا القطر هذا لقاو المنتصف، إذا عندهم نفس المنتصف. هل القطران متعامدان؟ لا، ما كيشكلوناش هنايا زاوية قائمة. هل القطران متقايسان؟ لا، إذا كنلاحظوا هذا القطر الكبير وهذا القطر الصغير، إذا غادي نوضعوا العلامة فقط هنا وهنا. بالنسبة للمربع، إذا هذا الشكل هذا هو شكل مربع. إذا كل ضلعين متقابلان متقايسان ومتوازيان، إذا نعم كل ضلعين متقابلان متقايسان ومتوازيان، إذا له أربعة أضلاع متقايسة، نعم. إذا هنا يقدروا ما نديروش المربع هنا، لماذا؟ حيت عطاونا هذا السطر الثاني فيه أربعة أضلاع متقايسة. إذا كون كانوا كيقصدونا أننا فقط نشوفوا الأضلاع المتقايسة، ما غاديش يعطيونا حتى هذه. إذا هذه الخاصية ديال كينفرد بها فقط المربع. إذا هنايا بلا ما نديروا هذه العلامة، هذه هي صحيحة، كل ضلعين متقابلان، إذا هادو ضلعين متقابلان متقايسان ومتوازيان. إذا نقدروا، ولكن المربع كيمتاز بصفة مميزة أنه لديه أربعة أضلاع متقايسة، إذا نقدروا نديروا هذه ونحسبوها صحيحة، ونقدروا أننا ما نديروهاش. إذا القطران لهما نفس المنتصف، نعم، إذا لديه قطران لهما نفس المنتصف، هذا هو. كذلك القطران متعامدان، نعم، كيشكلوا لنا زاوية قائمة هنايا. والقطران متقايسان، نعم، فلديه قطران متقايس، هذا القطر هذا كيقيس هذا القطر هذا. إذا فقط هذه نقدروا نخليوها ونقدروا نحيدوها، إذا بجوج بهم صحاح. بالنسبة للمستطيل، إذا كل ضلعين متقابلان متقايسان ومتوازيان، إذا نعم. لماذا؟ علاش هذه؟ لأنها بالنسبة للمستطيل، حيت عنده هاد الضلع هذا كيقيس هاد الضلع هذا، وهما متقابلين ومتوازيين ومتقايسين. كذلك هاد الضلعين هادو كيختلفوا على هاد الضلعين هادو، إذا هذا الطول دائما كيكون أكثر من العرض. إذا له أربعة أضلاع متقايسة، لا، عنده هاد الضلعين وهادو بجوج كيتقايسوا وهادو بجوج. إذا القطران لهما نفس المنتصف، نعم، إذا إلا شفنا المنتصف ديال هذا هو المنتصف ديال هذا القطر هنايا في هذه النقطة. القطران متعامدان، لا، إذا ما كيشكلوناش هنايا زاوية قائمة. والقطران متقايسان، نعم، إلا قصنا هذا القطر هذا مع هذا القطر غادي نلقاهم متقايسان. بالنسبة للمعين، كل ضلعين متقابلان متقايسان ومتوازيان، نعم، إذا نفس الشيء،
متقابلان متقايسان ومتوازيان. إذا نفس الشيء مع المربع، يقدروا حتى هذه ما نديروهاش، ولكن في نفس الوقت إذا خليناها فهي صحيحة. كل ضلعين متقابلان متقايسان ومتوازيان، كل ضلعين متقابلان متقايسان ومتوازيان. إذا نقدروا نحسبوها ونقدروا ما نحسبوهاش، ولكن المربع والمعين كيمتازوا أن لديه أربعة أضلاع متقايسة. إذا داكشي علاش زادوا لنا هاد السطر هذا. إذا له أربعة أضلاع متقايسة، نعم عنده أربعة أضلاع متقايسة، هذا وهذا وهذا وهذا. القطران لهما نفس المنتصف، نعم. إذا هذا القطر هذا كي مع هذا القطر هذا كيتقاطعوا في المنتصف. القطران متعامدان، نعم كيشكلوا لنا زاوية قائمة. والقطران متقايسان، لا. إذا هذا القطر الكبير وهذا القطر الصغير. إذا بالنسبة للسؤال الثاني، أستعين بالجدول وأكمل الجمل التالية في دفتري. إذا انطلاقا من هذا الجدول اللي ملأناه، نقدر نعطيه تعريف المتوازي الأضلاع، المربع، المستطيل والمعين. إذا متوازي الأضلاع ما هو؟ إذا هو مضلع رباعي، نعم. إذا متوازي الأضلاع مضلع رباعي، له كل ضلعين في يعني الخاصية الأولى أن كل ضلعين متقابلان متقايسان ومتوازيان. إذا بالنسبة للمتوازي الأضلاع فله الضلعين المتقابلان متقايسان ومتوازيان، وكذلك له قطران لهما نفس المنتصف، وكذلك يتميز بأن له قطران لهما نفس المنتصف. إذا هذا هو التعريف اللي نديرو، فين ما نلقاو علامة نكتبو هذه. بالنسبة للمعين، إذا غادي نجيو للمعين. إذا المعين مضلع رباعي، عنده أربعة ديال الأضلاع، إذا له أربعة أضلاع متقايسة، إذا داكشي علاش سميناه مضلع رباعي. كذلك له قطران لهما نفس المنتصف، إذا له قطران لهما نفس المنتصف، وكذلك يتميز بأن القطران متعامدا، إذا قطراه متعامدا كيشكلوا لنا زاوية قائمة. إذا هاد التعاريف ديال هاد الأشكال ناخدوها غير هاد الجدول هذا. بالنسبة للمربع، فالمربع كذلك هو مضلع رباعي، عنده أربعة ديال الأضلاع، له أربعة أضلاع متقايسة، له قطران لقطريه نفس المنتصف، إذا عنده جوج الأقطار لهما نفس المنتصف، كذلك قطراه متعامدان، إذا عنده جوج القطران متعامدان، وكذلك قطران متقايسان، إذا هذا القطران متعامدان ومتقايسان ولهما نفس المنتصف. إذا هذا هو التعريف اللي نقدر نكتبه انطلاقا من هذا الجدول هذا بجمل بسيطة. إذن بالنسبة للتمرين ثلاثة، أتتبع شريط الإنشاء وأرسم على ورقة مستقلة متوازي الأضلاع ABC. إذن غادي تأخذ ورقة مستقلة، ورقة بيضاء. أول حاجة غادي نرسمه هاد AB. إذن غادي نأخذه على المسطرة، هاد القطعة AB نحسبه 5 سنتيمتر على المسطرة ونرسمه في الورقة. القطعة AB 5 سنتيمتر، هنا نديرو A وهنا نديرو B. كذلك ناخذ في المسطرة عاوتاني ونرسموا القطعة AD، ناخذ 3 سنتيمتر. إذا رسمنا في الأول القطعة AB ونوليو نرسموا موراها القطعة AD. الزاوية اللي ما بيناتهم ناخذ اللي بغينا، ناخذ مثلا هنا 30 ولا 25 ولا 40، إذا ناخذ الزاوية اللي بغينا هنا. المرحلة الثانية غادي ناخذ هذا الكوس أو المثلث وغادي نوضعوه هنايا على هاد القطعة هذه، وغادي ناخذوا هاد المسطره هذه وغادي نحاولوا نجيبوه هنايا هكا على شكل يجي متعامد. اذا هذا الكوس غادي نوضعه هنا وغادي نوضع المسطره هنايا ونبقى نكحز حتى نوصل لهاد النقطه هذه. هاد النقطه هذه من بعد فاش نوصل هنايا ونكون شاد هاد المسطره وهاد الكوس هنايا، نطلع هاد الكوس حتى لهنايا حتى لهاد النقطه هذه. من بعد نحسب شحال، نحسب 5 ديال السنتيمتر، 1 2 3 4 5 حتى تنوصل لخمسة لهنا. إذا فاش نوصل لخمسة ندير نقطة. فاش ندير نقطة غادي نرسم هاد القطعة هادي اللي هنايا، غادي نرسمها، غادي تكون حتى هي القياس ديالها 5 ديال السنتيمتر. إذا فاش نرسمها هنايا، إذا بلا ما ندوز لهاد المرحلة الثالثة فقط نلاقي هاد النقطة هادي مع هاد النقطة، لكن هنا خصني ناخد 5 ديال السنتيمتر. هنا خصني ناخد 5 سنتيمتر، كما خديت هنايا 5 سنتيمتر حتى فاش نجي نرسم هذا ناخد 5 ديال السنتيمتر وغادي نحصل على متوازي الأضلاع. فاش غادي نرسم هذا غادي نحصل على متوازي الأضلاع. إذا هذه الطريقة باستعمال الكوس. إذا نقدروا نستعملوه حتى البيركار
لرسم متوازي الأضلاع، وهو اللي غادي نشوفه في التمرين 4. تبعوا شريط إنشاء وأرسمه على ورقة مستقلة متوازي الأضلاع، علما أن AD كتساوي 3 سنتيمتر والCD كتساوي لنا 5 سنتيمتر. إذن غادي نأخذ كما درت في التمرين 3، غادي نرسم أولا بالمسطرة القطعة CD 5 سنتيمتر بالمسطرة، ونرسم كذلك القطعة AD 3 سنتيمتر بالمسطرة. الزاوية اللي خديتها هنا ناخد اللي بغيت، يعني ما محددو ليش اش من زاوية ناخد، نقدر ناخد زاوية 30 ولا مهم ناخد واحد الزاوية هنا. بعد ذلك غادي ناخد البركار، وغادي نحسب على المسطرة بالفتحة ديال البركار نحسب 3 ديال السنتيمتر. غادي ناخد 3 ديال السنتيمتر هاد بحال هاد القطعة أدي، غادي نحسب على المسطرة 3 سنتيمتر. غادي نوضع هنايا الفتحة ديال الإبرة ديال البركار، ونرسم واحد القوس صغير هنا. ناخد كذلك المسطرة وناخد البركار ونحسب الفتحة ديال البركار، نحسب هاد المرة 5 سنتيمتر. إذا فاش حسبت 3 سنتيمتر هادي وضعتها في السي، دابا فاش غادي نحسب على المسطرة بالبركار الفتحة ديال البركار 5 ديال السنتيمتر، غادي نوضعها في ا كما هنا. فاش غادي نوضعها في ا غادي نرسم واحد القوس صغير ولكن يتقاطع لي مع هذا القوس الأول. إذا فاش يتقاطع لي مع هذا القوس الأول غادي نكون حصلت على النقطة بي، وهي اللي غادي تكمل لي هنايا المتوازي الأضلاع. إذا هادو هما جوج ديال القطعات اللي كانوا عندنا، جوج الأضلاع، وغادي نكملوا هاد جوج الأضلاع. إذا هاد الضلع كيساوي هاد الضلع كيتقايس مع هاد الضلع، وهاد الضلع كيتقايس مع الضلع المقابل له. بالنسبة للتمرين 5، أملأ الجدول برقم الشكل المناسب. إذا بالنسبة للمستطيلات، إذا عندنا هذا رقم 6 هو المستطيل الوحيد، إذا ما عندنا شي مستطيل آخر، إذا عنده الطول وعنده العرض. بالنسبة للمربعات عندنا كذلك مربع واحد اللي هو هذا الشكل هذا، إذا هذا ماشي مربع، هذا ماشي مربع، هذا ماشي مربع، هذا ماشي مربع، وهذا ماشي مربع، وهذا ماشي مربع. إذا الشكل الوحيد اللي كيمثل لي المربع هو الرقم 7. إذا بالنسبة للمعينات، إذا هنا عندي كذلك فقط معين واحد اللي هو هاد الشكل 4، غادي نكتب 4. ومتوازيات الأضلاع، إذا متوازيات الأضلاع عندي جوج، عندي هو هذا، إذا هذا متوازي الأضلاع، وعندي هذا رقم 3 متوازي الأضلاع. كتلاحظوا بلي متوازي الأضلاع والمعين كيتشابهوا، فقط كيختلفوا في الأقطار. إذا في الأضلاع المتقابلة متقايسة، إذا المعين عنده 4 أضلاع متقايسة، ولكن بالنسبة لمتوازي الأضلاع عنده فقط الأضلاع المتقابلة هي اللي متقايسة. وكذلك بالنسبة للقطر، فالأقطار ديال المعين كتكون متعامدة كتشكل لنا زاوية قائمة، والأقطار ديال متوازي الأضلاع كتكون غير متعامدة ولا تشكل لنا زوايا قائمة. إذا بالنسبة للشكل التمرين 6، أكمل الأشكال باستعمال الأدوات المناسبة. إذا هنايا باش نصايب المعين، إما نحتاج البركار ولا نحتاج الكوس ولا اللي بغيت. إذا غادي نرسم مثلا بدي بالأقطار، نرسم قطر كبير ونرسم قطر صغير ويتقاطعوا لي في النصف. مثلا إلا خديت هذا القطر الكبير مثلا 6 ديال السنتيمتر، وهذا خديته 2 ديال السنتيمتر، فستة خصني في النص ديالها 3، وهذا 2 اللي قلنا 2 في النصف ديالو في 1 يتقاطع. إذن غادي يكون مثلا إذا خديت هذا القطر هذا هو 2 سنتيمتر، خصو يكون عندي هنايا 1 وهنايا 1، ولا خديت هذا 6 سنتيمتر خصني ناخذ هنا 3 وهنا 3، إذا هنايا هو اللي يكون المنتصف. بعد ذلك نرسم الأضلاع الأخرى، ولا نرسم هذا الضلع وناخذ البركار كما استعملت في 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 متوازي الأضلاع. باش نرسم متوازي الأضلاع نفس الشيء ناخد، غير في متوازي الأضلاع كنت كناخد المرة الأولى قياس ديال الضلع، خدينا لعقلته هنا، إذا خدينا هنايا 3 5 وخدينا هنايا 3. في المعين إلا في المعين مثلا إلا خديت مثلا 3 هنا ناخد 3 هنا وناخد 3 هنا وناخد 3 هنا وناخد 3 هنا. وبالبركار غادي تكون أسهل طريقة باش ننشأ المعين. بالنسبة للمستطيل كذلك، المستطيل إما ننشئ بجوج طرق، إما ننشأ أولا الأقطار، ناخد جوج ديال الأقطار متساوية، مثلا إلا خديت هنا 5 حتى القطر الآخر ناخدو 5 ويتقاطعو لنا في المنتصف اللي هي 2.5 ديال 5. إذا فاش غادي نرسم جوج ديال الأقطار،
نجيب البيركار وندير الإبرة هنايا ونحسب جوج ونص مثلا، إلا خديت في هذا 5 ناخد جوج ونص، ونرسم الدائرة، والتقاطع ديال هاد الأقطار مع الدائرة هو اللي غادي يكون كيشكل لي المستطيل. كذلك نفس الشيء بالنسبة للمربع، مثلا إلا خديت هاد القطر هذا ناخدو 4، إذا غادي ناخدو ولكن نجي يكونوا متعامدين. أول حاجة نرسمو بالمنقالة، نرسم جوج ديال المستقيمان متعامدين. ناخذ مثلا هذا القطر هذا ناخذ 4 ديال السنتيمتر، حتى هذا ناخذ 4، نفتح الفتحه ديال البركار، نوضع الابره هنايا ونفتح. مثلا الا بغيت ناخذ قطر فيه 4 ديال السنتيمتر، نفتح الفتحه غير على جوج ديال السنتيمتر، نوضعها هنا وندور الدائره، نرسم الدائره ديالي، والتقاطع ديال الدائره ديالي مع هاد القطران ولا مع هاد الضلعان ولا المستقيمان هنا اللي بغيت نسميهم، التقاطع ديالهم مع الدائرة، حيت الدائرة غادي تجي هاك، إذا التقاطع ديالها هي اللي غادي تشكل لي المربع. والمربع قلنا عنده 4 أضلاع متقايسة، 4 زوايا قائمة، وبالنسبة للأقطار فهي متعامدة كتشكل زاوية قائمة. إذا طريقة الإنشاء ديال هذه الأشكال هذه طريقة سهلة، فقط خصكم تعودوا عليها وتحفظوا القواعد باش يمكن لكم انكم تنشئوا هاد الاشكال بطريقه سهله. اذا بالنسبه للصفحه المواليه، اذا الصفحه 15 مع التمرين 7، اذا التمرين 7 يقول اكملوا وصف هذا المربع، اذا له 4، اذا شحال له 4؟ 4 ماذا؟ 4 أضلاع. كيف هي هذه الأضلاع؟ متقايسة. إذا للمربع 4 أضلاع متقايسة و4 زوايا قائمة، إذا عنده 4 ديال الزوايا قائمة، هي هذه 4 زوايا قائمة، كل ضلعين متقابلان فيه، إذا كل ضلعين متقابلان متقايسان ومتوازيان، قطراه متعامدا. إذا إلا رسمنا القطر الأول والقطر الثاني غادي يجيونا قطران متعامدان، وكذلك هاد القطران كيكونوا متقايسان ويلتقيان في منتصفهما. إذا هذا هو التعريف ديال المربع، خصكم تحفظوه. له 4 أضلاع متقايسة و4 زوايا قائمة، كل ضلعين متقابلان فيه متقايسان ومتوازيان، قطراه متعامدان ومتقايسان ويلتقيان في منتصفهما. إذا هذا هو التعريف ديال المربع. التمرين 8 يقول أساعد الطفل على حل اللغز التالي، أضلاعي 4 متقايسة وليس لي أي زاوية قائمة. إذا شكون اللي عنده 4 أضلاع متقايسة وليس له أي زاوية قائمة؟ هو المعين، هو الذي لديه 4 أضلاع متقايسة وليس له أي زاوية قائمة. بالنسبة للتمرين 9، أرسم مربعا طول ضلعه 2 سنتيمتر، إذا هنايا ناخد هاد الضلع هذا مثلا نبدي هنا، نرسم الضلع هنايا بجوج سنتيمتر، ناخد الكوس أو المثلث، نرسم هاد الزاوية قائمة بجوج ديال السنتيمتر، وناخد إما البركار ولا ناخد لي، ناخد مثلا إلا خديت البركار نحسب جوج سنتيمتر، نوضع هنايا الإبرة ونرسم واحد القوس صغير، ونجي لهنايا ما نغيرش الفتحة ديال البركار، ونوضع هنايا الإبرة ديال البركار ونرسم واحد القوس صغير، وغادي نحصل على هاد النقطة وهي اللي غادي تعطيني باش نحصل على المربع. التمرين 10 يقول أرسم في دفتري مستطيلا طول قطره 6 سنتيمتر، إذا غادي نرسم واحد القطر 6 سنتيمتر، وحنا قلنا بلي المستطيل لديه قطران متقايسا، إذا هذا إلا كان 6 حتى هذا غادي يكون 6، وهنا عندي 6 ديال السنتيمتر، إذا هذا هو المنتصف. نجيب البركار ونحسب 3 ديال السنتيمتر باش نرسم غي القطر ديال الدائرة، وغادي ندور هكا، والتقاطع ديال الدائرة مع هاد القطران هو اللي غادي يشكل لي هاد المستطيل اللي قلنا لديه 4 أضلاع 4 زوايا قائمة، وكل ضلعين متقابلان متقايسان ومتوازيان. إذا بنفس الطريقة كما نشأنا في بداية هاد الدرس. إذا بالنسبة للتمرين 11، أكمل الجدول برقم الشكل المناسب. إذا بالنسبة للمستطيلات، إذا عندي المستطيلات والرقم 1، إذا هذا مستطيل، الرقم 8 هذا مستطيل، وكذلك هذا الرقم 6 مستطيل. بالنسبة للمربعات عندي الرقم 3 هو مربع،
وكذلك الرقم 9 مربع. بالنسبة للمعينات، إذا عندي الرقم 5 هو الشكل يمثل المعين، وكذلك الرقم 4. إذن التمرين 12 يقول أكمل ورقة التعريف التالية. إذا الاسم، إذا هذا أش من شكل هذا؟ نعم، شكل متوازي الأضلاع A B C D. علاش؟ عنده الضلعين متقابلان متقايسان ومتوازيان، وعنده القطرين ديالو غير متعامدان وغير متقايسان. إذا عدد الأضلاع ديالو 1 2 3 4، 4 أضلاع. عدد الزوايا، عنده 4 زوايا ولكن غير قائمة، الزاوية الأولى، الزاوية الثانية، الزاوية الثالثة، والزاوية الرابعة. إذا القطران يلتقيان في المنتصف، إذا القطران يلتقيان في منتصفهما، وكل ضلعين متقابلان متوازيان ومتقايسان. كل ضلعين متقابلان متوازيان ومتقايسان. التمرين 13، أرسم أشكالا أخرى وأسمي كلا منهم. إذا بالنسبة للشكل الأول هو متوازي الأضلاع، نرسمه غير في هذه التدريجات سهل. بالنسبة للشكل الثاني هو مستطيل، الشكل الثالث مربع، والشكل الرابع معين. كنا تعرفنا على هذه الأشكال بأربعة وعرفنا الخصائص ديال كل واحد منها. بالنسبة للتمرين 14، أستعين بالمستقيمين المتقاطعين وأرسم متوازي الأضلاع MARS. إذا هادوما عندي متوازي القطران، إذا هاد القطران متقاطعان، عندي هنايا 4 ديال النقاط. إذا هاد النقاط غادي نلاقي ما بيناتهم باش نحصل على متوازي الأضلاع. هنا المتوازي الأضلاع لديه كل ضلعين متقابلان متقايسان ومتوازيان، وكذلك لديه قطران لهما نفس المنتصف. إذا هكا غادي نحصل على هاد المتوازي الأضلاع. إذا أخيرا التمرين 15، أرسم متوازي الأضلاع FGH، طول قطره الكبير 6 سنتيمتر وقطره الصغير 4 سنتيمتر. إذا غادي ناخذ القطر بالمسطرة ونعبر القطر الأول 6 ديال السنتيمتر. إذا المنتصف ديالو شحال غادي يكون؟ 3. وغادي ناخذ عاوتاني هنايا قطر الصغير، طوله 4 ديال السنتيمتر، إذا نص ديال 4 سنتيمتر، إذا هي 2. غادي يجيني هنا، إذا هنا غادي يجي لي 2، وهنا 2، وهنا غادي يجي لي 3، وهنا 3. إذا هذا هو المنتصف. إذا وهاد النقط غادي نلاقي ما بيناتها ونحصل على متوازي الأضلاع انطلاقا من الأقطار. إذا حصلنا على متوازي الأضلاع انطلاقا من الأقطار. إذا إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الدرس. كنتمنى أنه يكون قد نال الإعجاب ديالكم. وبالنسبة لهذه الأشكال فخصكم تعودوا عليها، تبقوا ترسموها وتعودوها باش ترسخ لكم داك المميزات ولا التعريف ديال كل شكل من هذه الأشكال الأربعة: متوازي الأضلاع، المعين، المربع، وكذلك المستطيل. خاصنا نحفظوا لهم التعريف ديالهم باش فين ما نجيو نرسموا أحد هذه الأشكال نكونوا عاقلين على التعريف ونطبقوه نطبقوا التعريف في الرسم ديالنا باش نحصلوا على الشكل الصحيح. إذن إلى اللقاء وشكراً.